الله الرحمن الرحيم. والله هو انا انتقلت من فريق الهلال الى فريق الاتحاد في 93 94 95 عند 96، وما شرفليش ان كنت معاهم في الافريقيه. وفريق الاتحاد غني على التعريف، الممرس في المباريات الافريقيه من قبل، من 2005 و2006 و2007 كانوا في البطولات الافريقيه. وفريق الاتحاد اللي جاي فريق قوي، حتى هو حامل اللقب كم مره في افريقيا، فريق الترجي. لكن الاتحاد مش سهل على فريق الترجي، ولا الترجي سهل على الاتحاد. فريق الاتحاد من سابقا كان ثلاث مرات في افريقيا، ووصل لدور الرباعي وفاز على الاهلي المصري، وخسر مع في الكاس كوس مع الزمالك بركلات الجزاء، وفي نصف كاس كوس مع فريق الغاني. لكن انا متوقع فريق الاتحاد عنده فريق قوي وجمهور قوي واداره حكيمه. والله فريق الاتحاد الحالي توه بصراحه المرحله اللي في البدايه، في المرحله الاولى كان اتحاده فريق متوسط، لكن بعدها داروا انتدابات العامري وغازي دوادي وصنبو والعام ومنير، وبصراحه خذوا البطوله بجداره، وخذوا البطوله بطوله ليبيا. وبصراحه فريق الاتحاد من احسن فرقان في ليبيا توه. والله هو الفريق اللي جاي ترجي ما حامل لقب ظني ثلاث مرات ولا اربع مرات، وفريق اتحاد خاش الرباعي وفريق مش سهل، فريق قوي. واللي جاي فريق ترجي فريق قوي، لكن انا متوقع ان الاتحاد يكون يحسم المباراه في بنغازي بالفوز ان شاء الله.